بحب أسمع من حضرتك باولا عن المنظمة العالمية لمرض الألزايمر وسبب وجودك في الأردن. First of all, thank you so much for having me on your program so early in the morning. للجميع ولبرنامج دنيا يا دنيا لدعوتي على هذا البرنامج. الADI المنظمة العالمية لمرض ألزايمرز موجودة هنا لتمثيل مرض الخرف وألزايمر في المحافل الدولية، ومرض ألزايمرز يتزايد وهو بحاجة لتمثيل رسمي. نشتغل ونعمل مع المنظمة العالمية للصحة العالمية. لقد عدت من مؤتمر G7 في اليابان، ومهم جدا رفع الوعي ولتأسيس أحسن الممارسات. وحاليا يعيش 55 مليون شخص بالخرف، ويتوقع أن يرتفع إلى 139 مليون عام 2050. في الأردن يوجد حوالي 37 ألف حالة مشخصة في الخرف في الأردن، ومتوقع أن يرتفع العدد يعني إلى 250 ألف حالة. كمان أنتم من خلال الأنشطة اللي عم تعملوها بجمعية العون، إنه تسارع غير مسبوق بأعداد الأشخاص اللي عم بيعانوا من الألزايمر اللي هو أحد أنواع الخرف. فحدثنا أكثر عن جمعية العون لرعاية مرضى الألزايمر. جمعية العون لرعاية مرضى الألزايمر تأسست في عام 2022 تحت مظلة وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية، وهي هدفها نشر الوعي، وأيضا تضم أعضاء من مختلف الأشياء في تخص بمرض الألزايمرز. ونحن كمان كنا عم نبحث على الإنترنت مين هم أكبر منظمة لجمعية الزهايمر العالمية أو تحالف جمعية الزهايمر العالمية، وجدنا أنه هم ألزايمر ديزيز إنترناشنال أو جمعية العالمية للزهايمر. نعم، إذن وإحنا يعطيكم العافية. الله يعافيك. نشكر جهودكم حمزة. باولا، ذكرتي قديش عم تشتغلوا مع الجي 7 وباليابان وهاي النشاطات حول العالم. بحب أسمع من حضرتك ما هي النشاطات وعملكم مع الحكومات ومع منظمة الصحة العالمية. نعمل مع المنظمة العالمية للصحة العالمية، وهي منظمة ممثلة للصحة العالمية، حتى يكون لدينا خطة عالمية للديمنشيا. الديمنشيا وهي الخرف تؤثر على العديد من الأشخاص وتؤثر جميع أفراد العائلة، وهذا المرض معقد جدا، يجب أن يكون في استراتيجيات وخطط. كما اتفقنا وقررنا أن نعمل على المستوى العالمي، لكن أيضا نعمل على مستوى الحكومات الوطنية. ووجود منظمات وطنية محلية في كل العالم مهم جدا، حتى يعطينا المعرفة أكثر عن كل بلد، حتى نعمل لرفع الوعي ونخطط مع الحكومات. الحكومات لديها أولويات عديدة، ومرض الخرف لا يكون أحيانا عالي على أجندة الحكومات، لكن وجودنا معا هو مهم جدا. يعني لنذكر الناس بأهمية أحيانا أولويات الحكومات تكون الخرف. تختلف، ولكن هي مشكلة كبيرة ويجب التوقف عندها، مشكلة مرضى الألزايمر. حمزة، بجمعية العون شو هي الخدمات اللي بتقدموها؟ فالخدمات اللي هي نحن بنقدمها اللي هي نشر الوعي عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وايضا ورشات عمل من قبل بروجرام نحن عندنا اياه اللي هو اسمه ديمنشيا فريندز بروجرام، مع المدارس مع الجامعات واكثر. وان شاء الله بنصير نشتغل اكثر مع الحكومه اكثر بنشر الوعي والعمل على خطه وطنيه مع جمعيه الزهايمر العالميه. رائعين، واحنا بنتمنى لكم التوفيق انه تضلوا دائما في تطور ودائما يكون عندكم دعم لحتى تقدروا. وشكرا لكم لقناه رؤيا انكم دائما بتستضيفونا وبتكونوا دائما يعني النجاح الاساسي للجمعيه. هذا دورنا.
وباولا بأكيد حكم عملك أنت على اطلاع بالأمور الصحية للألزايمر، فشو أفضل نمط حياة يعيشوا الأشخاص حتى يحافظ على صحتهم، ويعني زي ما نقول يقلل احتمالات إصابتهم بالألزايمر؟ There are 12 هنالك 12 عامل لمخاطر مرض الألزايمر، وهنا نقول على العديد من الأمراض الغير واضحة مثل التدخين، فهنالك عوامل كما ذكرنا مثل تقليل التدخين، زيادة ممارسة التمارين الرياضية، عوامل التغذية، لكن هنالك عوامل أخرى مثل عدم التواصل والعزلة والتلوث البيئي، ومثل هذه العوامل ممكن أن نتدخل ونوصي ممارسات صحية، لكن مثل التلوث البيئي نحاول أن نفهم ماذا يجب أن نعمل. كما يوجد بعض العوامل الأخرى هو فقدان السمع، عندما يفقد الشخص سمعه أو يتدنى يجب أن يلبس سماعات حتى ما يزيد مرض الزهايمرز. نعم، واضح من حديثك باولا أن التواصل الاجتماعي، التواصل مع أشخاص بقلل احتمال حدوث المرض، وأيضا الرياضة لأنها بتضخ يمكن أكسجين للدماغ. فبهاي الأساسيات بحب كمان أعرف ما هي أحدث العلاجات لمرض الألزايمر. Thank you so much. Sorry for the delay for the translation. I got to learn Arabic at some point. At the moment there is no cure for Alzheimer's. حاليا لا يوجد علاج لمرض الخرف، لكن هنالك أدوية تساعد على تقليل القدرة العقلية. Cognitive function. مثلا مثل هذه العلاجات مش هي ليست علاجات لكنها تؤخر، وهي تناسب بعض الأشخاص في مراحل متنوعة من المرض، لكن يجب أن يتم تشخيص المريض حتى نعرف في أي مرحلة هو، وهذا أساسي جدا لفهم بأن هذه العلاجات غالية جدا، ونحاول مع المراكز أو الصيدليات أو نحاول أن نخفف من سعر العلاج حتى تستطيع جميع شرائح المجتمع أن تحصل على هذا المرض، وقد تمت الموافقة في الولايات المتحدة على بعض هذه العلاجات، ونحن نحاول أيضا أن حمزة نرى أكيد أنتم من الخطة عندكم الوصول إليها. الخطة عندكم إنه يكون في تضافر ما بين الأردن والمنظمات العالمية أو أيضا ما بين الحكومة الأردنية، فبحب أعرف شو مشاريعكم المستقبلية بهذا المجال. نفس الشيء برضو بنشر الوعي، وايضا انه اكثر شيء الهدف خلينا نقول الرئيسي للجمعيه او ايش نحن عن جد نسعى انه نعمله، اللي هو نفتح اول مركز دار رعايه لمرضى الألزايمرز في الاردن. نعم، وهذا بحتاج دعم؟ بحتاج دعم كثير كبير طبعا اكيد. ان شاء الله. باولا بحب اسمع من حضرتك نصائح للعائلات يلي عندها اشخاص مصابين بالألزايمر، كيف يتعاملوا معهم؟ Yes, of course. نعم.
بالطبع هنالك العديد الذي يمكن عمله حتى نحسن من حياة مرضى الألزايمرز، ممارسات سليمة الناس غير واعية إليها. ممكن أن يعيش مريض ألزايمرز أن يعيش في منزله لفترة أطول باتباع بعض التوصيات والتعديلات في المنزل، مثلا لأولياء للأهالي. إذا انكسر مثلا شخص أو نحاول تبديل شيء أو نشتري لهم جديد، هم لا يتعاملوا مع الأشياء الجديدة حسب الذاكرة. القدرات العقلية لديهم تتعامل مع الأشياء الذين تعودوا عليها، فيفضل أن نصلح هذه الأدوات بدلا من تبديلها. يفضل أن يعيش الشخص في منزله في البيئة التي تعود عليها لأطول فترة ممكنة. ممكن اتخاذ بعض الإجراءات، إزالة المرايا في المنزل أو تغطيتها. هنالك العديد من التوصيات على منصتنا ADI، هنالك العديد من التوصيات ممكن من الجميع أن يقرأها حتى نقدر أن نعدل من المنزل ويكون سهل العيش به. المديرة التنفيذية للمنظمة العالمية للألزايمر، شكراً. شكراً. وحمزة بنشكر وجودك معنا، والناس إذا بدهم يتابعوا أخبار جمعية العون بيروحوا على صفحتكم على فيسبوك جمعية العون رعاية مرض الزهايمر، أو على الويب سايت www.aaca-jo.com aaca-jo.com جمعية العون لرعاية مرضى الألزهايمر. شكراً لكم دائماً رؤية. كيف يتعاملوا مع أفراد عائلتهم اللي عندهم الزهايمر؟ شكراً. تعرفوا أكثر نشاطاتنا والأشياء الجديدة اللي عم بتصير إن شاء الله. شكراً. شكراً لكم.